مباشرة باش نقدم لكم اقتراح ديال الكنافة بالدجاج والبخاليني ديال اللوز. غادي نبداو أول حاجة بالبخاليني ديال اللوز باش المستمعات يحاولوا أنهم يصيبوا في الدار. هو كيتباع عند يعني الناس اللي تبيعوا هاد المواد ديال الحلويات، واحد الحك اللي يعني كيكفى يعني كافي ومزيان، كنهزو منو غير معلقات وكنديرو في بزاف ديال الاقتراحات. غير هو لا تصايب في الدار، وخاصة بعض المدن تبارك الله والأقاليم اللوز متوفر، فما فيها بس نصيبوه في الدار لأنه كيجي بنين أكيد، أنه ما فيش إضافة كيماوية، ما فيه حتى شي حاجة، فنصيبوه حتى في الدار غادي يكون حسن. غادي نعطيكم الاقتراح ديال اللوز بخاليني ديال المستمعة دعاء، المعروفة بدعاء القلوب في الفيسبوك، اللي يعني تبارك الله عليها كنوجه تحية كبيرة، واللي هالطريقة ناجحة وسهلة ومبسطة في نفس الوقت. فغادي ناخدو كاسونس ديال اللوز، يعني تقريبا 130 غرام ديال اللوز باش نقولوا بجوج، باش اللي بغى يعبر بالغرام او لا ياخذ بالمقادير ديال العنبه. فغادي نحتاجوا 130 غرام ديال اللوز و 140 غرام ديال السكر سنيده ديك الغليظه. 130 غرام ديال اللوز و 140 غرام ديال السكر سنيده ديك الغليظه، ولا قلنا بالكاس ديال العنبه غادي نحتاجوا كاس ونص العنبه ديال اللوز وكاس ديال العنبه ديال السنيده. 130 غرام ديال اللوز، 140 غرام ديال السكر غليظه سنيده، سكر سنيده داك الخشن، وقلنا في الكاس ديال العنبه العبار ديال اللوز، كاسونس ديال اللوز وكاس ديال السنيده. بالنسبه للوز غادي ناخذوا ديك كاسونس ديال اللوز، غادي نمسحوه مزيان بواحد المنديل، وغادي نديروه في لاطا يتحمر في الفران. غادي نمشيو غادي ناخذوا داك الكاس ديال العنبه ديال السنيده نديروه في المقله اللي ما كتلصقش، ضروري المقله اللي ما كتلصقش باش ما يمحناش، وغادي نديروا السنيده ديك الغليظه الخشينه على عافيه مهيله، وغادي نديروا داك السكر السنيده وغادي نخليوها حتى كتذوب حتى كيولي اللون ديالها ذهبي. ملي كتذوب لينا السنيده على عافيه مهيله في المقله اللي ما كتلصقش كاس ديال العنبه حتى يولي اللون ديالها ذهبي وتذوب لينا، ديك الساعه غادي نوجدوا معلقه ديال الخشب، وغادي ناخذوا هذاك اللوز اللي حنا حمرنا في الفران، داك كاسونس ديال اللوز 130 غرام ديال اللوز اللي حمرنا في الفران، بعد ما مسحنا داك اللوز غادي نديروه في الفران يتحمر. من بعد غادي نديروه على هذيك السنيده اللي دابت لينا. ملي غادي نديروه على هذيك السنيده اللي دابت لينا غادي نبقاو نخلطوا حتى كيتخلط لينا، كيتغلف لينا داك اللوز بهذاك الكراميل كله، تقريبا واحد 3 ديال الدقائق بالضبط على عافيه مهيله. من بعد كنشوفوا على انه هذاك اللوز تلبس بهذاك الكراميل، يعني بديك السنيده اللي دابت كنحصلوا بحال على النوكا طريفات مجموعين. وغادي نحيدوا هذا الخليط، غادي نحيدوه، ونكونوا ديك الساعه وجدنا واحد الورق الطبخ. الا كان ورق الطبخ يعني مزيان من النوع الجيد لانه فيه ماركات راه بلا ما ندهنوه، الا كان يعني ورق طبخ عادي وشكينا فيه ندهنوه بالزيت، ندهنوه بشويه ديال الزيت، ومباشرة نفرغوا هذا الخليط ديال اللوز مغلف بسنيده كراميل. غادي نخليوه ونبسطوه، يعني ملي نخويوه ما نديروش كله بحال الحجره، يعني كله فوق كله، يعني ملي نخويوه من المقله مباشره نكونوا هو راه صراحه هو ساهل وكيجي زوين، راه نديروه بخاليني لا في الكلاص ولا في بزاف ديال الاقتراحات. وغنعطيو لكم في هذا الكنافه ديال الشيف نعيمه ام عصام هذه الطريقه ديال دعاء القلوب، صراحه طريقه سهله ومبسطه اللي ما تعرفش يصايب البخاليني ديال اللوز. فكيف ما قلنا غير هو نكون وجدنا الماتيريال الادوات قبل باش ما نتمحنوش وباش يجينا كل شيء سهل وصدق لينا من المره الاولى. يعني نحطو قدامنا المقله اللي ما كتلصقش ونديرو معاها معلقه ديال الخشب، نمشيو فوق البوطاجير نقادو الورق ديال الطبخ، وقلتي الا ما كانش من النوع الجيد ندهنو بالزيت، الا كان ماركه مزيانه ويعني ملي كنحطو فيه شي حاجه دغيا كتبعنا الورقه ما كتلصق ما والو ديال الورق بابي كويسون، ما ندهنوه ما والو، حتى هو نحطوه فوق البوطاجير ونخليوه باش يجينا الامور سهله. ملي تحمر لينا ديك كاسونس ديال اللوز في الفران نكونو ديك الساعه خدينا مقيله ودرنا فيها كاس ديال السنيده على عافيه مهيله، وخلينا حتى كيذوب لينا هذيك السنيده، سنيده قلنا الخشينه هذيك الحرشه الغليظه شويه، وكنخليو حتى كيذوب لينا. كيتحمر اللوز في الفران ما كيحتاجش بزاف ديال الوقت، كناخذوا داك اللوز كنرميوه على ديك السنيده وكنحركوا بالمعلقه ديال الخشب حتى كنشوفوا انه تغلف بهذاك السنيده كراميل اللي دابت لينا، كيولي بحال نوكا، كيبدا يقبط راسو كيبدا يتجمع بحال نوكا وكيجي مجموع.
مباشره غادي نزولوه من هذيك المقله وغادي نخويه، ونكونوا ديك الساعه موجنده بابي كويسون ورق طبخ، غادي نخويه ونبسطوه باش ما يبقاش حجره واحده واقف كيتبسط. ثم كنخليه واحد شويه باش كيبرد، غير غادي نقيسوه ما يبقاش سخون يعني يبرد صافي. كناخذو وكنهرسوه بطريقه عشوائيه، كيتهرس هكا بطريقه عشوائيه، نقطعوا طريفات صغيرين بحال كيف كنهرسوا شي بيسكوي ولا الكركاع، وكنديروه يعني في الطحانه، كنديروا في الطحانه ولا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي في اللون، نديروا في كاس ديال الخلاط الكهربائي باش يتحل لينا مزيان، ما نخليوش صاين بزاف باش ما يضربش لينا الكاس ديال الخلاط الكهربائي. داكشي علاش نقطعوا طريفات صغيورين، طريقه عشوائيه غير بيدينا، نقطعوا طريفات صغيورين نديروا في الكاس الخلاط الكهربائي ونطحنوه، غادي يولي لنا غبره بودره بحال الطحين بحال اللوز ملي كنطحنوه. ملي غادي تحل لينا بودره مباشره غادي نديروه في الطحانه ديال 1 2 3، غادي نديروه في الطحانه ديال 1 2 3 غادي نبقاو نطحنوا الطحانه اللي كنديروا فيها القهوه ولا العطريه 1 2 3 معروفه، غادي نبقاو نطحنوا حتى غادي نحصلوا على العجين، يعني هذاك الخليط ما بقاش بودره ولا عجين وفيه الزيت كيولي بحال املو. هذاك هو البخاليني ديال اللوز بطريقه مبسطه وعنده بزاف ديال الاقتراحات. الا تعلمتوا تصايبوه اليوم عطينا كنافه، مره اخرى ملي مستمعه غادي تعطي اقتراح في البخاليني ديال اللوز غادي يكون عندكم واجد والطريقه ديالو سهله، وخاصه البلايص اللي متوفر فيهم تبارك الله اللوز، يعني حاولوا انكم تقادوا في الدار. هو راه كيجي زوين، انا صراحه كيجي الا كليتيه غير هكا راه كيجي بحال املو تقريبا، يعني في داك الشكل ديالو يعني حتى هو راه كيجي لذيذ، وكنضيفوا بزاف ديال الاقتراحات. غادي ندوزوا دابا بعد ما صايبنا اللوز بخاليني ديال اللوز غادي نمشيو بالنسبه الاقتراح ديال الكنافه بالدجاج والبخاليني ديال اللوز. وكيف ما قلت سجلوا المقادير والطريقه وجربوا هاد الحشوه كتجي معسله وبنينه، جربوها على الورقه ديال البسطيله. وملي يكون عندكم الوقت ومشيتوا لبلايص اخرين فيهم الكنافه راه ديك الساعه صايبوها عندكم الحشوه. وقلت الكنافه يعني في المدن الكبرى راه متوفره فين ما مشينا، كاين يعني المطاعم اللبنانيه، كاين المحلات اللي كيبيعوا هاد الشيء ديال لبنان والشرقيين اكلات شرقيه، وكاين عند العطار ديال الحلويات العصريه، يعني فين ما مشينا نسولو راه متوفر. قلنا وحنا نعطيو من بعد الطريقه، دابا هي الوقت اللي ما كاينش نعطيو الطريقه ديال الكنافه كيفاش كتوجد ان شاء الله في الحلقات المقبله، وباستعانه بالسيدات تبارك الله حتى هما يعطيونا الاقتراح ديال الكنافه اللي كيصايبها في الدار. فغادي ناخذوا نص كيلو ديال الكنافه، كاس مخلط ما بين زبده نوازيت والزيت الروميه، يعني كاس نصو زبده نوازيت ونصو زيت روميه. زبده نوازيت هو ان كناخذوا كميه ديال الزبده وكنديروها فوق العافيه حتى كتذوب، وملي كتذوب لينا كنخليوها العافيه مهيله كتزيد تذوب لينا، يعني واخا كنشوفوها ذابت وهي مازال صفراء كنخليوها حتى كيولي اللون ديالها ذهبي. هذه كتعطي واحد المذاق نوازيت، كتعطي واحد المذاق مختلف. فهذه هي الطريقه ديال الزبده نوازيت، يعني ملي نسمعوا الاسم زبده نوازيت هذه هي الطريقه، كندوبوا الزبده وكنخليوها ما نخليوهاش تحرق، ما نجهدوش عليها العافيه لانه راه فرق بين الزبده تحرقات وبين الزبده نوازيت. نخليوها حتى كتذوب مزيان وغادي نبقاو صابرين عليها العافيه مهيله حتى كنشوفوا اللون ديالها ما بقاش صفر، الزبده ما بقاش صفراء ولا اللون ديالها ذهبي. هذه راه وجدات زبده نوازيت. قلنا نص كيلو ديال الكنافه، كاس العنبه، نصو زبده نوازيت ونصو زيت روميه، معلقه ديال السكر كلاصي كبيره. هادو بالنسبه للمقادير ديال الكنافه. المقادير ديال الحشوه غادي نحتاجو نص كيلو ديال الصدر ديال لاداند اولا دجاج على حسب اللي كتبغيو، بصله مشلضه تكون كبيره اولا جوج بصلات كبار مشلضين، شويه ديال الملح لبزار، جوج ديال الحبات ديال القعقله، وعود ديال القرفه، 125 غرام ديال الكركاع مهرمش، 100 غرام ديال الزبيب راه مجفف مقطع لطريفات صغار، هادو كلهم عند العطار كيتباعوا، الاناناس يابس مقطع طريفات صغار، الكركاع حتى هو مهرمش، 100 غرام ديال الزبيب مرطب ممكن نرطبوه في المزهر، يعني تغسل المره الاولى من هذاك التراب نحيدوا لي داك العويد نسقطروه مزيان ونرقدوه في المزهر حتى نبغيوه، عاد ديك الساعه نصفيو مزيان، 200 غرام ديال البخاليني ديال اللوز اللي حنا صايبنا، جوج المعالق كبار ديال الحليب مركز كراميل، ربعه ديال الفرماجات مربعين. نعاود لكم قلنا في المقادير عندنا نص كيلو ديال الكنافه، كاس ديال العنبه مخلط ما بين زبده نوازيت والزيت الروميه زيت المائده، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي. بالنسبه للحشوه نص كيلو ديال الصدر ديال لاداند اولا صدر ديال الدجاج، جوج بصلات مشلضين رقيق، شويه ديال الملح شويه ديال الابزار، جوج حبات ديال القعقله، عود ديال القرفه،
125 غرام ديال القرقع مهرمش، 100 غرام ديال الاناناس مجفف يابس مقطع لطريفات صغار، يعني داك الاناناس مكرم ماشي داك اللي كيتباع بالسيرو كيتباع في العلب لا، 100 غرام ديال الزبيب مرطب في المزهر، بعد ما غسلنا من التراب وحيدنا داك العويد نرقدوه في شويه ديال المزهر، وعاد ديك الساعه نصفيوه. 200 غرام ديال البرالينه ديال اللوز اللي حنا وجدنا، جوج المعالق كبار ديال الحليب مركز كراميل ماشي البيض داك اللي ولا كراميل، 4 د الفرماجات مربعين. فاول حاجه غادي ناخذ واحد الطنجره ولا الكوكوط غادي نطيبوا فيها داك الصدر ديال لاناند اولا ديال الدجاج، مع دوك جوج بصلات مشلضين رقيق، مع شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، مع عود ديال القرفه، مع جوج حبات ديال القعقله، مع شويه ديال الزيت الروميه، وكنديروا كلشي في الكوكوط على عافيه مهيله حتى كيطيب لينا هذاك الدجاج صدر ديال الدجاج اولا كيطيب لينا صدر ديال لاناند نص كيلو، ولا بغيتوا تضعفوا الكميه لكم الاختيار. ملي كيطيب لينا ديك الساعه كنهزو هذاك الدجاج وكناخذوه وكنفرتوه، نفرتوه هكا بحال كيف كنديروا في الحشوه ديال البسطيله ديال الدجاج، كنفرتوه وكنزلوه في واحد الطبسيل وكنمشيو كنديروا هذيك الدغميره هذاك المريق اللي حصلنا عليه ديال البصله وداك المريقه كنديروا، هي تكون مريقه قليله، غادي نديروا نحيدو من الكوكوط ونديروه في المقله، المقله اللي ما كتلصقش، وغادي نزيدوا عليه معلقه ديال الزبده ونزيدوا عليه هذاك الاناناس مقطع طريفات صغار داك اليابس مجفف، ونزيدوا عليه الزبيب مرقد في المزهر ومسقطر مزيان منه، نضيفوا ليه جوج معالق كبار ديال الحليب مركز كراميل، ونضيفوا هذاك القرقع مهرمش قطع طريفات صغار، ونضيفوا دوك 4 ديال الفرماجات مربعين، ونبقاو نحركوا حتى كيتعسل لينا هادشي كله، عاد كنزيدوه على داك الصدر ديال لاداند اولا صدر ديال الدجاج اللي حنا فرتتنا مزيان. فكيف ما قلت غادي ناخذوا صدر ديال لاداند اولا صدر ديال الدجاج نديروه في الكوكوط مع جوج بصلات مشلضين، مع شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، مع عود ديال القرفه، مع جوج حبات ديال القعقله، ممكن ان نستعنوا حتى بالزعفران الحر كيجي زوين، مع شويه ديال الزيت الروميه، ونخليو هادشي كله نديروه في الكوكوط على عافيه مهيله، ما نضيفوا لا ما لا والو، هي البصله راه طلق لينا الماء على عافيه مهيله، ونخليو هذاك الصدر ديال الدجاج اولا لاداند يطيب مزيان. من بعد ملي كيطيب لينا كنهزو داك الصدر الصدوره ديال لاداند اولا ديال الدجاج كنهزوهم في شبكه يتسقطرو، ونحلوهم كنفرتوهم وكنديروهم في واحد الطبسيل على جنب. هذاك المريقه اللي حصلنا عليها ديال البصله مع ديك المريقه ديك الدغميره غادي نخويوها من الكوكوط نديروها في واحد المقله اللي ما كتلصقش، ونزيدو عليها معلقه كبيره ديال الزبده، نزيدو عليها ديك الحفنه ديال الاناناس مقطع طريفات صغار، وزبيب اللي مرقد في المزهر مقطع طريفات صغار، جوج معالق كبار ديال الحليب مركز كراميل، 4 ديال الفرماجات مربعين، وحفنه ديال داك القرقع مهرمش، ونبقاو نديو نجيبو حتى ديك الزبده وداك الخليط كله هاد المقادير كلها كتعسل مع بعضياتها، وعاد ديك الساعه هاد الخليط اللي حصلنا عليه كنزيدوه على لاداند اولا صدر ديال الدجاج اللي حنا فرستنا، وكنخلطو كلشي. ومن بعد كناخذوا يعني بالطريقه العاديه كناخذوا يعني كناخذوا الكنافه، كناخذوا الكنافه كناخذوا المول اللي حنا اختارينا، المول ديال الكيك اولا المول او القوالب الفرديه، كندهنوهم كنديروا ديك الكنافه كنديروا نصف الكميه ديال الكنافه لتحت، وكنبقاو يعني بالنسبه للكنافه كنكونوا ديك الساعه خلطناها مع معلقه السكر، يعني ناخذ واحد الاناء نديروا الكنافه ونضيفوا لها معلقه ديال السكر كلاصي، ونضيفوا كاس مخلط ما بين الزبده نوازيت والزيت الروميه، ونبقاو نحلوها بيدينا حتى بحال كيف كنديروا في الصفه، حتى كل هذيك الكنافه كتيبس بهذاك الخليط ديال الزبده والزيت والسكر كلاصي. ضروري هذا الامر نصايبوه هو انه الكنافه ما نخليوهاش ناشفه، الكنافه نرشو عليها معلقه سكر كلاصي، نزيدو عليها داك الكاس ديال الزبده نوازيت والزيت الروميه، وكنخلطو هادشي كله مزيان حتى كتبان لينا كلها تخلطات بهاد المقادير. وديك الساعه كنديروها في المول، نصف الكميه ديال الكنافه كنديروه في المول، وكنبقاو نبسطو مزيان كنبسطو بيدينا هكا باش كتاخد داك الشكل ديال هذاك الاطار. ومن بعد كناخدو هذاك الخليط اللي درنا ديال الصدر ديال الدجاج اولا الصدر ديال لاداند مفرتت مع هاد الحشوه اللي حنا درنا ديال الزبده والاناناس والزبيب والكراميل والفرماج مربع والقرقع اللي تعسلو، وكنديروهم كطبقه ثانيه، وكنعاودو نفرشو طبقه من الكنافه وكنبسطوها مزيان، وكندخلوها الفران حتى كطيب وكتحمر. ملي كطيب وكتحمر لينا ممكن ملي نخرجوها نغبرو عليها السكر كلاصي
ندهنوها غير بالعسل، ما نديروش السيرو ولا ندهنوها غير بالعسل، اولا حتى عندنا السيرو ديال الاناناس نهزو غير بالشيته ونديرو في الوجه ديالها غير شويه، ما نخليوهاش لانه هي اصلا حلوه ما غاديش تحتاج الحلاوه من الفوق. ونرشو نزينو بالحبات ديال القرقاع، نزينو بطريفات ديال الاناناس، نزيدو نزينوها بالحليب مركز محلى، حليب مركز محلى كراميل مخلط مع الفرماج مربع، يدوبوا مع بعضياتهم وكنزينوا بهم، كنديروا بريده وكنثبتوا واحد نص قرقاعه وكنزينوا بالاناناس اما داك الطري اولا نعسلوه. فبالنسبه للتزيين على حسب الاختيارات ديالكم. بالنسبه لهذاك داك يعني الدغميره اللي قلنا اللي كنديروها في المقله كنزيدوا عليها قلنا الزبده الاناناس الزبيب والكراميل ويعني الفرماج مربع والقرقاع والبخالينه ديال اللوز. يمكن نسيتو في المقادير ما قلناش حصيبناه وما درناش في المقادير. كنضيفوا ليه داك 200 غرام ديال البخالينه ديال اللوز باش كتجينا حشوه اللي هي معلكه. وكيف ما قلت ملي كطيب لينا وكتحمر ندهنوها بشويه ديال العسل، ندهنوها باي اقتراح بغينا وبالمكسرات، كتجي لذيذة بزاف. ونتمنى انكم تكون وصلتكم الفكره وتوجدوها ان شاء الله لافراد الاسره. وكيف ما قلت في غياب الكنافه ممكن اننا نوجدوا نفس الحشوه نوجدوها بالورقه ديال البسطيله ريتما انه توفر عندنا الكنافه. وبالصحه والراحه.